تمثال الملكة حتشبسوت، وهو رأس من الحجر الملون من تمثال على هيئة الملكة حتشبسوت. حتشبسوت حكم مطلق، تقعد مسترد ابن أخوها. ابن أخوها هو مش بس ابن أخوها، هو هي بالنسبة له حتشبسوت بالنسبة له كانت مرات أبوه وكانت عمته وكمان كانت حماته، إن حتشبسوت زوجته بنتها بعد كده. قاعدة قاعدة هادية جدا، لابسة تاج مطعم بالذهب، التاج ده كان المفروض مطلي بالذهب ولكن بعض أجزاء الذهب فقدت. قاعدة قاعدة عادية جدا، عمل لها تمثال بالظبط كده، عمل لها تمثال لأنها كانت من عامة الشعب، ما كانتش ملكة، عمل لها ده كتقدير بيها بالنسبة لإن هي أم الملك، فعمل لها التمثال ده تقدير بيها واحتراما وولاء ليها. كان في الأسرة 18 وده تمثال بيمثل المهندس سنين موت والمربي لابنة الملكة حتشبسوت سنين موت، ومعه نفرورا بنتها. في تمثال آخر هنوريك صورته دلوقتي، وهو من صمم وبنى معبد حتشبسوت، لوحة الملك أحمس أثناء حرب أحمس الأكسوس. طبعا زمان ما كانش في حد بيقدس المرأة، أو كان في حد إن هو بيعمل للمرأة مرأة فعلية احتساب، اللي هو المرأة كانت كل أعمالها أعمال منزلية حتى لو كانت ملكة. إنما حتشبسوت عمل اللوحة دي تقديرا لأمه اللي اسمها إيبان وجدته حتشبسوت أحمس. أمه اسمها إيبان وجدته اسمها حتشبسوت، على اسم الملكة حتشبسوت ولا هي نفسها؟ تيتي شيري. جدته تيتي شيري. تيتي شيري. الأسماء بتدخل من بعضها على الأسماء. معلش كتر خيرك يا بنتي. اللوحة دي كانت طبعا تيتي شيري وإيبان كان ليهم دور مهم جدا أثناء حرب أحمس على الهكسوس. هما اللي مربيينه إنهم يقاوموا ويطلعوا رجال. هما كانوا هما نزلوا بالفعل أرض المعركة علشان يحمسوا الرجال، لأن هما يحمسوا السيدات، لأن هما يحمسوا رجالهم على أمور الحرب. كمان كان ليهم دور مهم جدا، وان هم كانوا نقدر نقول كممرضات، ان هم كانوا طقم طبي لكل مصاب الحرب، حد مثلا اتعورت الخ، كانوا هم بيقوموا بندواته زي ما نقول كده اسعافات اوليه. أيوة. اثناء الحرب. ما شاء الله عليك. ده كل المتعلق باللوحه دي. ده الملك احمس مرتدي تاج الشمال والجنوب مع بعض. احمس مرتدي تاج الشمال والجنوب، واسمه موجود في الفتره، وطبعا ده رمز الصقر اللي هو اله حورس. اله حورس وهنا قرص الشمس. قرص الشمس. قرص الشمس ده اللي هو اله الامور. وكمان التعبانين. اللي هو ثعبان الكبرى. دي ام الحانيه كانت ربة الخير والحق والعطاء عند المصري القديم. هنيجي هنا هنشوف ان كان في لون ازرق تحت. ايوه. اللون الازرق ده علماء الاثار فسروا ان هو يمثل الميه. في نجوم على جسم لا ميه. ميه. في نجوم على جسم البقره. النجوم دي قالوا ان هي بتمثل السماء، النجوم الموجوده في السماء يعني جسمها بيمثل السماء. هنا في ميه، بالبديهي ان اللي تحت دي كانت ارض. ده معناها ان حد بيشرب من لبنها. اللي بيشرب من لبنها ده الملك منتوحتب الاول، وده الملك تحتمس الاول. احنا قلنا ان امنمحات، سوري امنمحات الاول، التمثال اللي تحت راسها الملك امنمحات الاول، امنحتب الاول، وده اللي بيشرب اللبن تحتمس الأول. الملك تحتمس الثاني وعليها رمز الآلهة بشر حقيقي. القرنين والفستيوم قرص الشمس ده رمز الراجل اللي هناك تقريبا الكبرى كمان السيدات كانت طويلة طويلة، دي كانت معدية النكبة بكتير، لكن هنا عادي هي هنا الدماغ، هو ملك بيقدم نفسه أو بتقدمه لكرسي الإيه؟ العرش، أو بتقول تولى الإيه؟ العرش بتاعه. فاحنا هنلاقي هنا ده برضه خاص بالحكم الثاني زوجته ام سوري. تعالوا كده نشوف التمثال ده، واحد من الزمان اللي شغالين على العمود اللي مرسومين جوه والخراطيش اللي جوه دول اللي هم الملكين، ملك امنمحات الاول وملك تحتمس الثاني. ايوه صورهم جوه بالظبط كده. والخراطيش اللي جوه دي منقوش عليها، طبعا عرفوا ان دول منين، يعني عرفوا ان ده الملك امنمحات منين، عرفوا من الخراطيش اللي مرسوم اللي مكتوب عليها اساميهم جوه. ترجموها للغه العربيه. ده تمثال للملك توت عنخ امون بيرمز للاله خنسو، فقد كان الاله خنسو هو ابن للاله امون، وهو اهم الهه الدوله الحديثه.
ويظهر غالبا على شكل ولد بهيئه مقنطه. هو مش ابن الاله امون، هو ابن الاله اخناتون، ولكن بعد موت اخناتون سمى نفسه بتوت عنخ امون، لما هو في الاصل كان اسمه توت عنخ اخناتون. التمثال ده نوحت في عصر الملك توت عنخ امون، لذلك هو يحمل ملامح وجهه مظهرا للملك الشاب الذي يريد ان يصبح بمثابه ابن الاله، وعثر على راس واكتاف التمثال عام 1899 بعد اكتشاف باقي البدن ب7 سنين. يعني الاول كانوا اكتشفوا الجزء التحتاني اصلا مترمم، وبعد كده هو الجزء الفوقاني ورمموه. زي ما قلنا ابو مهول هو تمثال رمزي، هي طبعا لابسه هنا الدقن المستعاره وباروكه وتمثال. احنا قلنا ان ده تمثال رمزي عباره عن جسم اسد وراس حتشبسوت. في تمثال ثاني وراه، تمثال الملكة حتشبسوت الجميلة. المفروض بقى ان احنا هنطلع دلوقتي فوق. حاضر. اللي محطوط جواهم الملك توت عنخ امون. طبعا كل الحاجات اللي موجودة جوا دي هي اشياء جنائزية او حاجات جنائزية، اللي هي الاساس الجاهز لاي مقبرة. هنيجي هنا حجرة دفن توت عنخ امون.